بينضم إلينا الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا. أهلا بك عبد الستار وصباح الخير عليك. لو في البداية تحدثنا عن آخر تطورات الانتخابات العامة التشريعية والمقرر إجراؤها يوم 21 من مايو الجاري. نعم نهى، صباح الخير وصباح الخير للاس وصباح جديد بكل الخير على جميع مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. نعم، الانتخابات سوف تجرى في 21 مايو الجاري. هي انتخابات عامة تشريعية هنا في اليونان. يعني نظام الحكم نظام برلماني وليس نظام جمهوري، بمعنى أن رئيس الحزب الذي سوف يفوز في الانتخابات هو الذي يحكم البلاد. اليوم على سبيل المثال رئيس الوزراء الحالي كرياكوس ميتسوتاكس وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة يزور محافظة أرتا ويلتقي بمؤيديه هناك. أليكس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري والذي كان رئيس للوزراء قبل ذلك سوف يزور منطقة لاميا. أما نيكوس أندرولاكس زعيم حزب باسوك الاشتراكي سوف يزور منطقة لاريسا. طبعا هنا تبادل اتهامات بين المرشحين، عرض إصلاحات، وعود انتخابية، خطابات تشجيع على التصويت واختيار الحزب. أشير إلى أن يعني يتنافس في هذه الانتخابات 36 حزب وبينهم واحد شخص مستقل. طبعا كان هناك 50 حزب كانوا سوف يشاركوا في هذه الانتخابات، ولكن المحكمة العليا في البلاد قررت أن يخوض الانتخابات 36 حزب ورفضت 14 حزب، بينهم حزب طبعا كان تابع لليمين المتطرف ورئيس هذا الحزب يوجد حاليا في السجن وهو كان برلماني سابق. نعم، رئيس الوزراء اليوناني طبعا ميتسوتاكس وهو اللي كان يعني وهو زعيم حزب الديمقراطية الجديدة وعد بالعديد من الأمور ضمن دعاية الانتخابات، وقال أن من بداية العام المقبل سوف يصرف مكافأة قدرها 150 يورو سنويا لكل شاب يبلغ من العمر 18 و19 عاما للإنفاق في الأنشطة الثقافية والسياحية والتنقل، وأن هذا سيكلف الدولة 30 مليون يورو سنويا. أيضا وعد بتخفيض الضريبة العقارية بنسبة 10% للمساكن المؤمن عليها لمدة عام كامل ضد الكوارث الطبيعية بتكلفة 40 مليون يورو. أما الوعد الثالث هو إصلاح كشوف رواتب موظفي الخدمة العامة، أي موظفي القطاع العام مع موظفي الحكومة، مع التركيز على ذوي الأجور المنخفضة والذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية. ميتسوتاكس ذكر أن سياسة حكومته من البداية تركز على الاقتصاد والاستثمارات وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع الصغيرة، وقال لأنه من خلال الاستثمارات فقط يمكن خفض البطالة ويمكن أن يتحسن مستوى الأجور في نهاية المطاف. ميتسوتاكس أيضا اللي هو زعيم حزب الديمقراطية الجديدة أكد دعمه لمنطقة بناء أحواض السفن في منطقة ألف سينا التي زارها بالأمس ووعد بالنهوض بها وإضافة وظائف جديدة، وشدد أن خلال السنوات الأربع المقبلة سيكون هناك زيادة متوسط مستوى الراتب بنحو 25%، وذكر المؤيدين برفع الحد الأدنى للأجور. أيضا ميتسوتاكس ذكر أن يعني عملية البطالة هي أكبر شكل من أشكال الظلم الاجتماعي، وأنه لا توجد سياسة اجتماعية أكثر فعالية من مساعدة العاطلين عن العمل في العثور على وظيفة، ولذلك سوف يكون هناك اهتمام حكومي بهذا الأمر في السنوات الأربع المقبلة.